خاص الفلاح خاصو الا باش يرك تيشوف الوثائق ديولها وما يخلص مولاها تيسيني معاه تيحط ليه فلوسو عند القاضي ولا عند النوطير. هادو حنا راه داروا معنا راه بنجي بندي كان بني بالله ربي راه ليا واحد 100,000 واحد المليون وغادي معنا تكمل فلوسه وهو يهرب ما تاش يسول فينا. ملي كمل فلوس يجيب صاحبه ويجي سيني كيما نهار جا يبيع اكلنا وزاد دينا ديالنا وزاد خلانا واقفين حنا درو حنا تقلا فيه يعطيك جي يعطيك شي حديث وشي هضره اللي سمعتو الدوب هذاك الشيء اللي تسرحنا خلصناه بالشيكات ولا الشيكات خرجناها من البنك وهو كاين طفي هذاك الرسم وعد للبيع 42 مليون والشي الاخر راه شدو شيكات راه شيكات كاينين في البنك فلاح يردوا المال بحال هاد الشيء اللي كيوقع هاد التخلويض كيتسمى تخلويض هذا تتحسب عليه هكا ويجي الحساب ثاني يخرج هكا ما خدام هذاك الشيء الفلاح اقسم ساكن يردوا المال الفلاح ضايعين ما عندهم حقهم ما خسرنا تقريبا هاد الملك هذا راه بغا يكون واصل علينا شي 80 مليون لفوق 80 مليون وجوج لاسيرات حنا حطينا فيه الدوزان فيه لاسير دروك يتقام 30 مليون الواحد فيه جوج لاسيرات ب 60 مليون برا على الخدمه وبرا على سميتو والماتيريال اللي شاريين كلشي واقف دابا 3 سنين هادي وحنا واقفين ما داروا معنا هذا تحل تبي تخدم كاع ويجي تخسر فلوسك ويجي شي واحد يحبسك وباقي علينا الكريدي وباقي بزاف ديال المشاكل في هادشي هاد الناس ما عرفتش اش كيكونوا ما واش فوق القانون ولا ما عرفت الا ما تفك هاد المشكل ما عرفناش شنو غيوقع من هنا لقدام هادشي ما فهمنا فيه حنا والو الناس مهدينا عندنا الشاكات وعندنا هذا هادشي واعر علينا حنا تقريبا 17 خدام وكاينين 11 كنعطيهم لاصير 120 في الواحد 90,000 110 كيكون عندنا جوج 11 مليون و20 في الشهر وراه الفلاحه كلشي عارفين هادشي شحال كيعطيو مطيشه شحال كيعطيو الفلفله وكيعطيو البنان للتعليق كنعلقوه بدرهم ونص درهم تقريبا للريجي باش كيعلقوا هذا والقطره فيها 2400 جدر المهم هاد الناس هادو كنا حنا معمرين هذاك الملك كارينو وجاو هما شراو الملك شراوه كامل وجاو كيهدونا كيقول لك اودي تعطونا المبلغ قد القد ولا راه غادي ندير لكم لي فراغ وندير لكم هنا وبقاو كيتهجموا علينا المهم حنا ولينا تقادينا قلنا كمشينا عنده طلبنا قلنا له ودي حنا راه معمرين الملك وخدامين فيه ومعنا درنا لهم الميكا مباشرين كلشي داكشي جديد وشد شادين عليه الكريدي هذا الملك شادين مازال ما خلصنا باقي الشيكات ديال هذاك الملك باقي تابعين الناس بيهم المهم تقادينا على 72 وعطيناهم 42 تسبيق ودرنا وعد البيع وخلصنا درنا وعد البيع وسبقنا لهم 42 مليون والباقي داروا النوطير في الشيكات النوطير بقات المهم داكشي اللي بقى راه دفعوه هما تخلصوا فيه وما بغاوش يكتبوا معنا هذا الملك ما بغا يصاوبنا الاوراق تاعو دفعوا الشيكات تاعهم دوك الشيكات اللي بقاو عندهم دفعوهم تخلصوا فيهم وما بغاوش يجي يكملوا معنا البيع ديالنا يصاوبونا الرسوم يصاوبونا ديال الملك كل ما فيه هذوك العواد هما اللي تيعاودوا فيه البيع كل ما فيه هذوك لاصيرات وفيه البنان كل ما فيه يجي هو اللي تيعاود فيه وقلنا له ودي جي قد معنا المسائل ديالنا قال لك انا بنعاود فيه كاع البيع انا قال لك تسالوني كاع نتوما فيه ثلاثة القطار يعني قاسمين هما دايرين قطار ونص في قطار ونص هي انا شاري عنده نص قطار كاين خويا الاخر مبارك النويري شاري نص قطار وكاين محمد النويري شاري نص قطار وما كاينش كاع داك الشيء غير وهمي نديرو في الوراق غير هكاك ما الرق ما كايناش